بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، النهاردة هنتكلم عن مضاد حيوي آمن جدا للأطفال، هو نيوكلاف. نيوكلاف هو الاسم العلمي ليه، هو أموكسيلين أموكسي سيسيلين أو كلافولولينيك أسيد. يحتوي الدواء على كلافولونيك أسيد، يعني حمض الكلافولونيك، و أموكسيلين، وهو يحمي الجسم من مقاومة ويجعله يقاوم الجراثيم المنتجة لبيتا لاكتاماز. بالنسبة للأموكسيلين، أموكسي سيسيلين عبارة عن مضاد حيوي ينتمي لمجموعة الأدوية التي تسمى البنسلينات، ويعالج العديد من الالتهابات البكتيرية عن طريق إيقاف نمو البكتيريا المسببة للمرض من خلال تثبيط البناء الحيوي لجدار الخلية، مما يؤدي لموت البكتيريا المسببة للأمراض. لا يستخدم نيوكلاف لعلاج العدوى الفيروسية مثل الانفلونزا والكورونا والأمراض دي، لأن الأدوية دي الأمراض دي هي أمراض فيروسية. أما مضادات الحيوية تستخدم للأمراض البكتيرية والجرثومية، فذلك يسمى سوء استخدام للمضادات الحيوية. في ناس بتاخد مضادات حيوية على الفاضي وعلى المليان، أي حاجة يجرى له حاجة كده في أي حاجة، أي مرض يروح واخد له مضاد حيوي، وده طبعا جهل طبي والناس مش عارفة حاجة ومتهبش وخلاص، وقد يؤدي لظهور سلالات من البكتيريا مقاومة للأمراض. يبقى إذا المضادات الحيوية بتتاخد في حالة الأمراض اللي فيها جراثيم وبكتيريا فقط. اما فيروسات فيلوانزا بتاع دهوت كورونا ما يتاخدش معاه الحاجات دي. طيب يبقى استخدامات نيوكلاف، احنا قلنا نيوكلاف يحتوي على اتنين من المضادات الحيوية، التركيبة بتاعته فيها اتنين، هي الاموكسيسيلين والكلافولونيك اسيد، ودول اتنين من المضادات الحيوية. يعالج ايه بقى؟ يستخدم العلاج ايه؟ التهابات الجهاز التنفسي السفلي اللي هم الرئتين، التهاب الاذن الوسطى، التهاب الجيوب الانفيه، التهابات الجلد، التهابات التي تسببها السلالات المنتجه لبيتا لاكتاماز مثل جراثيم القولونيه اللي هي في القولون، وانواع المكورات العنقوزيه الذهبيه، حيث لا يكون الاموكسيلين لوحده مناسب ولا يجب ان يكون معاه مضاد حيوي اخر. ايضا علاج التهابات الجهاز البولي، ايضا الوقايه من الجراحه الملوثه، ايضا التهابات الفم، التهابات الاسنان، التهابات اللثه. طيب ايه هي موانع استعمال نيوكلاف؟ امتى نقول ما نستعملش نيوكلاف؟ اول حاجه الحساسيه للبنسلينات، واحد عنده حساسيه ضد البنسلينات ما ياخدوش نهائيا لان هيسبب له اضرار شديده. ايضا الحساسيه للسيفالوسبوزين، سيفالوسبوزين. طيب ايه الاعراض الجانبيه نتيجه تناول نيوكلاف؟ وقلنا نيوكلاف هو عباره عن اتنين مع بعض، اموكسيسيلين وكلافولانيك. الاعراض الجانبيه الام في البطن، اسهال، غازات، صداع، غثيان، قيء، طفح جلد. طيب الجرعات المفرطه، خلي واحد شرب الجزازه كلها كده، طفل ولا اي حاجه شرب الجزازه كلها، يحصل له ايه؟ ربما يحدث اختلاجات، يعني يهلوس او ربما يحدث شلل، وطبعا ده بتبقى في حالات نادره جدا. بالنسبه للسيدات الحوامل، هل ينفع معاهم يتناولوا كلافولين نيوكلاف؟ طبعا نيوكلاف اللي يتكون من الاموكسيسيلين وكلافولينك ليس هناك ما يدل على انهما يسببان اي ضرر على الحامل او على الجنين في بطنها، لذلك يمكن استعماله بعد استشارة الطبيب. بالنسبة للسيدة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية، في فترة الرضاعة الطبيعية يفرز نيوكلاف في حليب الام ويمكن استعماله، ولكن يستخدم بحذر بعد الحصول على استشارة الطبيب. ايضا يوصى بعدم تزامن اعطاء الدواء نيوكلاف مع الادويه الاتيه: بروبينيسيت او كلوروميفينيكول او تتراسيكلين، طبعا دي كلها مضادات حيويه، او الوبيورينول
او ميسوتريكسيت او وارفارين. طبعا وارفارين ده دواء لتجلط الدم. طيب جرعة اموكسيلين وحمض كلافولينيك للبالغين. طبعا الطبيب يحدد الجرعة حسب وزن المريض. الجرعة المعتادة هي 500 ميلي جرام مرتين يوميا او 250 ميلي جرام 3 مرات يوميا. اما في حالة العدوى الشديدة يمكن زيادة الجرعة الى 857 ميلي جرام او 500 ميلي جرام 3 مرات يوميا. بالنسبة للاشكال الدوائية لنيوكلاف، نيوكلاف منه معلق دواء شرب تركيزه 642.9 ميلي جرام، يعني 600، ودي عبارة عن 600 ميلي جرام أموكسيلين و 42.9 كلافولينيك أسيد. أما يوجد تركيز أقل منه اللي هي 457، ودي في الخمسة ميلي، منها 400 أموكسيلين و 57 كلافولينيك أسيد. طب ما هي ظروف تخزين نيوكلاف؟ يخزن طبعا في عبوات محكمة الغلق بعيد عن الضوء ودرجة حرارة 25 درجة مئوية. ينصح المريض بعدة نصائح عند تناول نيوكلاف. يفضل تناول نيوكلاف مع الطعام لأنه يمكن أن يسبب آلام في المعدة. لا تتجاوز الجرعة المقررة التي أوصى بها المريض الطبيب. يأخذ الدواء عن طريق الفم مع عصير أو حليب أو طعام ضمن فترات زمنية متساوية. يجب الالتزام بالجرعة المقررة وعدم التوقف عن تناول الدواء حتى لو شعرت بالتحسن. الشكل الدوائي لنيوكلاف يستخدم اللي هو يستخدم عند عدم المقدرة على بلع الأقراص، يعني اللي هو المعلق. ممكن الكبار برضو يتناولوه عندما في ناس كبار كده بتتدلع ما بتقدرش تشرب الأقراص، فممكن يشربوا دواء الشرب. ويجب رج أو خض العبوة جيدا قبل استخدامها. ويوجد أقراص للمضغ أيضا تتمضغ ما تتبلعش، ويجب أن تمضغ جيدا في الفم قبل ابتلاعها، ويجب أن تختلط مع اللعاب في الفم. طيب بالنسبة لنيوكلاف، نيوكلاف هو شراب مضاد حيوي من الأدوية الواسعة المجال التي تعالج أنواع عديدة من البكتيريا والجراثيم. المادة الفعالة زي ما قلنا أموكسيسيلين كلافونيك أسيد. أسيد يعني حمض. طيب كلافونيك أسيد خواص دواء نيوكلاف يحتوي على مادة الأموكسيلين أموكسيسيلين التي تنتمي لأدوية المضادات الحيوية البنسلينية، تعرف باسم البنسلينات. وحمض الكلافونيك يعمل على تثبيط بيتا لاكتماز في الجراثيم مما يدعم من عمل مادة الأموكسيسيلين، يحميها من البكتيريا التي تعمل على إفراز بيتا لاكتماز وتقاوم مادة الأموكسيسيلين. يستخدم نيوكلاف لعلاج عدوى الجهاز التنفسي العلوي، علاج التهاب الجيوب الأنفية، علاج التهاب البلعوم والحنجرة، علاج التهاب الأذن والأنف، علاج التهاب اللوزتين، علاج التهاب الشعب الهوائية، علاج التهاب الرئتين، علاج التهاب الجهاز التناسلي والتهاب المثانة، علاج التهاب الكلى والحوض الكلى، علاج التهاب عدوى الجلد والأنسجة مثل الدمامل والخراريج، علاج عدوى نتيجة عضة الحيوانات يعني عضة الكلب أو عضة أي حيوان آخر، علاج التهابات وخراريج الأسنان، علاج التهابات المفاصل والعظام، علاج حمى النفاس والإجهاض عند السيدات. طيب الآثار الجانبية، ربما يحدث قيء أو غثيان أو التهاب في القولون أو طفح جلدي. طيب موانع استعماله، يحظر استعماله لمن لديهم حساسية للبنسلينات، ولمن لديه تاريخ مرضي مع أدوية البيتا لاكتام البنسلينات والكالي والكيفالو سبورينات. ويحظر استعماله لمن يعانون في خلل في وظائف الكبد. بالنسبة لأسعار، دي آخر حاجة هنختم بيها، أسعار دواء نيوكلاف. زجاجة دواء نيوكلاف 457 سعرها 21.06 جنيه. ده آخر سعر تم التوصل ليه، ربما يكون السعر زاد عن كده،
لان الاسعار بتزيد ما بتقلش. او زجاجة 642 و9 من 10 ده تركيز اعلى طبعا فبيبقى سعره اعلى 27.6 جنيه مصري. او نيوكلاف اكسترا بتركيز 600 ملي جرام وسعره 32.5 جنيه مصري. بالنسبة لنيوكلاف زي ما قلنا هو دواء مضاد حيوي يحتوي على 2 من الجرعات من الأدوية المضادات الحيوية، وسعره ربما يتجاوز الأسعار اللي احنا قلنا عليها. المادة الفعالة أموكسيسيلين ومضاد حيوي آخر. زي ما قلنا نيوكلاف من المنصوص ينصح به لتقوية تقليل الأعراض الجانبية المحتملة في الجهاز الهضمي. يكون امتصاصه في أحسن حالاته عند تناوله مع الطعام. ينبغي ألا تتجاوز مدة العلاج به أكثر من 14 يوم متصلة. بالنسبة لنيوكلاف لو كملنا كلام فهنقول نيوكلاف يحتوي على مواد فعالة تستخدم في علاج العدوى الناشئة من الميكروبات والجراثيم. وهننبه مرة تانية ان هو ما يستخدمش لأي أمراض فيروسية مثل الانفلونزا أو كورونا. وهو من مميزاته أنه يحتوي على مادتين فعاليتين، اثنين من المضادات الحيوية القوية، ايموكسيسيلين والمضاد الحيوي الاخر اللي هو كلافونيك اسيد. بالنسبه لموانع استعماله قلنا الحساسيه للاموكسيسيلين او الحساسيه للكلافونيك اسيد، الحساسيه للبنسلينات عامه، ولمن لديهم خلل في وظائف الكبد او خلل في وظائف الكلى. وفي نهاية الفيديو ارجو ان انتم تكونوا قد استفدتم، والرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك وعمل شير للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.